الانذارات اللي كانت بتوجه اليوم، فاصبح في مشكله. طيب انا دلوقتي بمنتهى الصراحه وبمنتهى الوضوح، اذا انتبهت وفهمت كلمه علامه انذار مبكر، اعرف انها العلامه دي بتنذرني ان في مشكله ممكن تحصل، ولازم اخد بالي بعدد من الاجراءات الاحترازيه ان انا اتجنب حدوث ده عندي في المستقبل. خد بال حضرتك، الازمات الميزه فيها غير الكوارث الطبيعيه، يعني ايام السيول كانوا يسالوا اقول لهم السيول دي كارثه طبيعيه، ما ينفعش اخد اجراءات ان انا امنع حدوثها. السيل هيحصل، لما يحصل هيحصل، ما تقدرش تمنعه، لكن تقدر تاخد بعض الاجراءات ان انت تقلل من اضراره، لكن ما تقدرش تمنع اضراره. اعصار سيل حاجه حصلت وخلاص، لكن الازمات حسب ما الواحد درسها، انا معايا دبلومه فيها دي بقى، تقدر تمنع وقوع الازمه اذا كنت عامل دراسه عندك مسبقه لايه نوعيه الازمات اللي ممكن تحصل. في عندك علامات انذار مبكر انت شاطر وخدت بالك منها وكتبتها وعملت محفظه وقلت علامه الانذار دي ممكن تنبئ او تنبئ بحدوث ازمه معينه، ازمه جفاف. لما ناخد علامه الانذار بتاعت كيب تاون دي دلوقتي وابدا استعد، انا على المدى القريب اتصور ان لا توجد ازمه مياه محتمله. يعني هتقولي كمان سنة كمان سنتين، لا احنا مش في الكلام ده، لسه بدري عن ان ده يحصل. حصة الفرد عندنا من مياه النيل لو خدنا بالنا شوية ممكن هتظبط معانا، ممكن تبقى ماشية كويس. انا مشكلتي الكبيرة في المية ان انا عدد يعني في طلب وعرض، انا عندي الطلب عالي جدا وعمال يزيد بشكل غير طبيعي، اللي هو احنا بنزيد والعرض ثابت، العرض ثابت، احنا بنتحايل. يعني عايز اقول حضرتك ان البهوات اللي معانا بيتحايلوا على الواقع علشان ما نحسش بمشكله، هو يعني التعبير كده فعلا، بنتحايل على الواقع. الواقع بتاعي 55.5 مليار متر مكعب، تمام، وحوالي زي ما بنحسبها 4.5 مياه جوفيه ومياه امطار، وحوالي 20 مليار متر مكعب مياه صرف زراعي بتعيد استخدام، بقوا 80 استخداماتك الفعلية 114، بقى عندك عجز حوالي 34 مليار. بتستورد منتجات، لو جيت تترجم الاستيراد بتاعي المنتجات داخل في تصنيعها مية قد ايه، هتلاقيهم حوالي 34 مليار، يبقى انا بستورد مية حوالي 34 مليار، بتترجم كده تمام. بس انا عندي الواقع بتاعي دلوقتي بيقول ان انا لازم استفيد من الاخرين، واستفيد كويس قوي، لان الواحد عمل مداخلات ساعتها ووضحنا دي علامه انذار مبكر كويس ان انا اشوفها، ما احطش راسي في الرمل زي النعام. هم هناك قد يكون الانذارات اتوجهت لهم وحطوا راسهم في الرمل زي النعام واجهوا مشكله، لازم انا اخد بالي من دلوقتي واتكلم. كيب تاون عايز اقول برضو ان هي ما كانتش، في ناس تقول لك يعني احنا بقى الترشيد والدعوات، الدعوات دي عندنا والحملات الاعلاميه موجوده عندنا في الوزاره من سنين طويله جدا. لو جيت تدور هتلاقي لا في خطط للترشيد والدعوه للترشيد، لكن يمكن زي ما كنت في قناه تلفزيونيه قريب بقول لها انا قالت لي في عندكم حملات، قلت لها بننزل، بس انا لما بنزل اعمل ندوه عشان الترشيد شغاله على طول عندنا، في حاجه اسمها التوجيه المائي شغال مع في الصرف، وتوجيه مائي شغال في الري ترع، وفي حاجه اسمها وحده الاعلام المائي عندنا شغاله طول السنه، بس انا بكلم كام واحده ما بنزل اليوم بتاعي